جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أن من قلم أظافره في يوم الجمعة لا يصيبه السوء إلى الجمعة التي تليها؟ قلم الأظافر وقص الشارب وتعاهد الآباط والعانة أمر مطلوب وهو من خصال الفطرة، وإذا فعله كل جمعة فهو أحسن، وإن أخره فلا بأس، لكن بشرط أن لا يزيد على 40 يوما، لا يؤخر أخذ هذه الأشياء على 40 يوما، لأن أنس رضي الله عنه يقول وقت لنا في قص الشارب وقص الأظافر لا يزيد على 40 يوما أو كما ورد عنه. فالحاصل أن أخذ هذه الأشياء في كل أسبوع أحسن، وإن أخرها فلا بأس، لكن لا يزيد على 40 يوما. وأخذ هذه الأمور الخمسة من خصال الفطرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب وإعفاء اللحى ونطف الآباط قص الأظافر وحلق العانة، هذه من خصال الفطرة. نعم.